منذ أسابيع تدور معارك عنيفة على الأرض وأحيانا في محيط أو داخل مستشفيات قطاع غزة التي تؤوي آلاف النازحين الذين فقدوا مساكنهم أو نزحوا هربا من رصاص الاحتلال الإسرائيلي تسعة آلاف مريض بحاجة لإجلاء عاجل من غزة لتلقي رعاية طبية كان ذلك عنوان بيان منظمة الصحة العالمية إذ لم يعد هناك في القطاع سوى عشرة مستشفيات تعمل بالحد الأدنى من قدرتها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم قال إن غزة قبل العدوان كان بها 36 مستشفى عاملا تحولت إلى عشرة مستشفيات فقط تعمل بالحد الأدنى من مجمل قطاع غزة بينما لا يزال آلاف المرضى محرومين من الرعاية الصحية وشدد تدرس خصوصا على مرضى السرطان والجروح الناجمه عن عمليات القصف وغسيل الكلى وغيرها من الامراض المزمنه مؤكدا ان الاعداد الحقيقيه اكثر مما هو معلن حيث دمر الاحتلال الاسرائيلي البنيه التحتيه الصحيه في القطاع بيان منظمه الصحه العالميه طالب الاحتلال بتسريع الموافقات على عمليات الاجلاء بغية تمكين المرضى ذوي الحالات الحرجة من تلقي العلاج، وزارة الصحة الفلسطينية من جانبها أفادت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحاصر مجمع الشفاء الطبي وبداخله 107 من المرضى الذين تم تجميعهم في مبنى تنمية القوى البشرية في ظروف غير إنسانية دون ماء أو كهرباء أو دواء، ومن بينهم 30 من المرضى المقعدين بالاضافه الى ستين فردا من الطواقم الطبيه الوزاره اكدت في بيان لها ان قوات الاحتلال الاسرائيلي تعرقل باستمرار كل المحاولات لاجلاء المرضى من خلال المؤسسات الدوليه محذره من ان حياه هؤلاء المرضى في خطر محدق داعيه الجميع لتحرك عاجل لانقاذ ارواحهم